هل يجوز دفع الزكاة لإصلاح المساجد وشراء الفرش لها وغير ذلك؟ جزاكم الله خيرا. الزكاة حدد الله مصارفها وحصرها فيها، قال تعالى إنما الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. فحصرها بقوله إنما الصدقات، وإنما كلمة تفيد الحصر، حصر الحكم فيما ذكر بعدها ونفيه عما سواها. فلا يجوز صرف الزكاة في غير هذه المصارف الثمانية، وبناء المساجد والمشاريع الخيرية هذه لا تدخل في هذه المصارف، وإنما تمول بالتبرعات والأوقاف غير ذلك من الأموال التي هي ليست من الزكاة. بارك الله فيكم.